مشاهدي هائله البرنامج بسبب كلمه واحده. يعني انا صريت على صحراء غربيه وانت تقول لي صحراء مغربيه. الاخير قلتي صحراء مغربيه. بعدين قلت صحراء مغربيه. وكان نور بوزيتيف يعطف المغاربه كلهم. نعم. معالي لماذا الملك لم يحضر القمه؟ كان اعلنها يعني سيكون هو. بالفعل جلالة الملك كان من القادة العرب الأوائل اللي أبروا على رغبتهم في حضور هذه القمة، وأخبرنا بذلك رسميا الجامعة العربية. وجلالة الملك سر من هذا كان من اتصل بإخوانه ملوك وأمراء ورؤساء الدول العربية وأخبرهم بذلك وشجعهم حتى على الحضور. وجلالة الملك عنده الاعتبارات وكان كيشوف الشروط الحضور متوفرة، وكان جلالة الملك قرر عدم الحضور فالاعتبارات جلالة الملك يعرفها وهذه شروط لم تتوفر لحضور جلالة الملك. أنت مرتاح في الجزائر؟ مرتاح اليوم بالقمة؟ احنا يعني تعليمات جلالة الملك كانت التمييز أولا ما بين ما هو ثنائي وما هو عمل عربي مشترك، وحضورنا هو من منطلق المسؤولية إزاء هذا العمل العربي المشترك. لنبدأ بموضوع يعني فلسطين، اللي هذه القمة ستتحدث كثيرا والجزائر تحاول أن يعني تقوم بعمل جمع الشمل عربيا ولكن جمع الشمل الفلسطيني أيضا. هل أنتم بما تسمونه استئناس العلاقات بين المغرب وإسرائيل، هل تساعدون في عودة المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية وأنتم بشكل المغرب ورئيس لجنة القدس؟ نعم. هل قلت يعني حضور الوفد المغربي بتعليمات ملكية نظر إلى هذا السياق وجزء منه كبير مرتبط بالأجندة العربية على رأسها التحديات التي تواجهها القضية الفلسطينية من يعني انتهاكات إسرائيلية للمسجد الأقصى، من هجوم على الأراضي الفلسطينية، ولكل المغرب يتعامل مع منطق المسؤولية ومنطق التنديد بها كلما حدثت. ولكن كذلك من المغرب كان دائما يشوف بأن القضية الفلسطينية محتاجة إلى وضع أهداف استراتيجية والتعامل مع القضية الفلسطينية ليست فوند كوميرس، ليست المتاجرة، ليست المتاجرة، هي هذه مصير شعب وهذه قضية أمة عربية، وبالتالي فهي ليست للمتاجرة وليست للمزايدة، هي للعمل لتحقيق هدف الفلسطينية المشروع لتحقيق دولته على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية. هذا الإطار، هذا كاين عمل مغربي، عمل تضامني مع السلطة الفلسطينية، عمل من خلال وجلالة الملك قالها لما استأنفنا العلاقات مع إسرائيل، قال بأن المغرب كما في السابق سيضع كل القنوات المتوفرة لديه للدفع بأفق الحل السياسي، وبأن المملكة المغربية عندها من القنوات ما يكفي باش أنها كذلك لتسهيل ظروف عيش الفلسطينيين. اشتغلنا وكان فتح جسر الملك حسين القنيوي أحد ثمار هذا المجهود اللي قد يبدو بسيط ولكن تأثيره على ظروف عيش الفلسطينيين مهم جدا. هذه المقاربة المغربية، وكالة بيت المال القدس الشغيل يوميا مليون رغيف، إصلاح المدارس، إصلاح المستشفيات، الأطفال اللي راحوا في عطلة إلى المغرب، لتثبيت المقدسيين لمقاومة أي ترحيل لهم، هذا هو طريقة اللي كيشوف بها المغرب وجلالة الملك العمل لمصلحة القضية الفلسطينية. كيف القيادة الفلسطينية ترى هذا؟ أكيد بأنه التعامل يعرفوا المغرب، يعرفوا الخلفيات المغرب وجلالة الملك، أنا عاد جلالة الملك لهذا التعامل كان تعامل بنا في كل شيء، قنوات التواصل مستمرة والتنسيق في بعض الأمور كذلك متوفر. لماذا تفضلون كلمة تطبيع؟ تقولون استثناء؟ لأنها موجودة دائما العلاقات وعدناها، لأن هذا كل مصطلح عنده سياقه، نعم، عنده طبيعته. هذا السياق
الشرق الأوسطي، نظرا إلى العلاقة اللي كانت دائما بين المسلم واليهودي في ذلك السياق. السياق المغربي سياق مختلف تماما، لا تاريخيا ولا دينيا ولا ثقافيا، مختلف. المغرب دستوره كيقول الرافد العبري هو جزء مكون للهوية المغربية في دستورنا، كيقول بأن هذا الرافد العبري يعني تراث مغربي. المغرب فيه اليوم 3000 من الجالية اليهودية المقيمة كما كنقول بمعابدها ومحاكمها وغيرها، فيه 700,000 إسرائيلي من أصول مغربية تأتي سنويا إلى المغرب. هل لما يرجع هذا الإسرائيلي من أصل مغربي ليزور عائلته هل يطبع مع المغربي، أم أنه يعود ليرى قبر والدته ويشوف إخوانه وغيره؟ فلهذا كنا دائما كنقول لنا بأن هذه العلاقات المغربية مع المكون يهودي وعلاقة جلالة الملكة أمير المؤمنين تاريخيا كانت هكذا. ثانيا لأن العلاقات كانت في التسعينات، كانت مكاتب اتصال توقفت في بداية 2000 واستؤنفل دون المساس بالمواقف الثابتة للمملكة المغربية وجلالة الملك من القضية الفلسطينية. لكن يقال أن المغاربة أو الإسرائيليين من أصول مغاربة هنا الأكثر تشدد. هذه ترجع لظروف تاريخية وظروف مرتبطة لما وصلوا، كان مع السفارات بصفة عامة كان واحد نوع من التعاليم الحزب العمالي أنا ذاك من اليسار، ومشاو إلى الليكود. ولكن هذه ظروف تاريخية ثقافية، ولكن ما يعني ارتباطهم بالمغرب واستعمالهم كقناة للسلم في كثير من الأحيان كان ضروري. معليك يعني هي المشكلة بعض العرب مع التعاون العسكري، وهو ربما يعتبر بعض دول أفريقيا أنا باش نكونوا واضحين، المغرب لم يهدد أحد سيادته الترابية ووحدة الوطن. المغرب لا يحتضن جماعات انفصالية مسلحة تهدد أي دولة عربية أخرى. المغرب لا يسلح أي ميليشيا لتهاجم أي دولة. المغرب يعاني من هذا. المغرب أنا جلالة الملك يقول دائما السياسة الخارجية يجب أن تنبني على الطموح والوضوح. الوضوح عنصر أساسي. المغرب كثير من الدول يمكن تشتغل تحت الطاولة. جلالة الملك والسياسة الخارجية المغربية يمكن تمشي في هذا الاتجاه. يعني إذا كان المغرب يعزز التعاون العسكري مع شركاء مختلفين لهدف، المغرب الآن هناك ميليشيا مسلحة تعلن يوميا بأنها في حرب ضد المغرب وتضرب مواقع مغربية. من فين كاين هاد الميليشيا؟ نترك لك أنت تشوف فين أين هي موجودة. المغرب أبدا لم يهاجم تراب أي دولة عربية. المغرب نشطه يدافع هذا التعاون متواعد لأن من حق المغرب كما عنده مع فرنسا ومع الولايات المتحدة ومع دول عربية شقيقة، معمر المغرب البلد دائما مسالم، من حقه يحافظ على وحدة الترابية، من حقه يواجه ميليشيات. من هي الدولة العربية اللي تقبل بأن ميليشيات تأتي وتهاجم أرضها وتقول لن ندافع على ذلك؟ ولكن المغرب دائما شوف خطابات جلالة الملك إزاء الدولة الجارة، كان واضح بأن اليد الممدودة. جلالة الملك قال بالحرف لن يمس الجزائر أبدا أي شر أو سوء يأتي من المغرب. هذا على أعلى مستوى، هذه كلمة جلالة الملك، ويعني هذه هي التعليمات البعضية لكل المغاربة. تعرف هذه فقط يعني درائع. كيف علاقتكم مع فرنسا حقيقة أو مع فرنسا غيرها؟ كيف علاقتكم اليوم وقصة قصة المهاجرين وعيش الرمز؟ لا يعني مسألة التأشيرات اللي كانت هذه مسألة يعني